الديدان، الديدان سبب نقص إنتاج الحمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو الديدان عند الحمام وخطورتها، وهي وتسبب نقص الإنتاج في الحمام. يعني الديدان سبب نقص البيض، والبيضة الواحدة والبيض الفارغ. خطر الديدان على صحة وإنتاج الحمام ده واحد. اتنين، علاج الحمام من الديدان. تلاتة، الوقاية من الديدان. أربعة، ماذا بعد العلاج؟ نتكلم عن أعراض الديدان. زي ما حضراتكم شايفين، هزال، إسهال، أهو حضراتكم إسهال، ده أهو، ده زغلول، إسهال، انتفاش الريش وتدلي الأجنحة، أهو انتفاش الريش وتدلي الأجنحة. وطبعا في الحمام الكبير ده زغلول. في الحمام الكبير هنلاحظ إلا في الإنتاج، يعني البيض يبيض بيضة واحدة أو ما يبيضش خالص، أو يبيض ويطلع البيض فاضي. ده أعراض اللي ممكن حضرتك تشوفها عند الحمام. ممكن ما تكونش ديدان، تكون حاجة تانية، بس احنا هنعطي كوقاية وعلاج، علاج للديدان. العلاج من الديدان يعطش الحمام مدة كافية، إن كان في صيف. الصيف تختلف عن الشتاء طبعا، احنا عشان احنا في الشتاء انا معطش من بالليل، عشان هو الحمام مش هيعطش في الشتاء زي الصيف، فانا معطش عشان يعطش ويشرب الدواء على طول. معطش مدة كافية، لو في الصيف كفاية 6 ساعات، في الشتاء 12 ساعة. يعطش مدة كافية ثم يوضع معلقة صغيرة على لتر مية. لتر المية اللي هو قدام حضراتكم المسألة دي لتر مية. فاحنا عطشنا وغسلنا المساء كويس، وهندي معلقة من سترات، معلقة ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة من سترات البيبرازين اللي هي قدام حضراتكم دي. معلقة ممسوحة من سترات البيبرازين زي ما نوري حضراتكم. معلقة ممسوحة اهو حضراتكم، معلقة، دي معلقة من اللي بتيجي مع الدواء، ما فيش عند حضرتك، يبقى معلقة شاي ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة اهو على اللتر المية. هي دي لتر زي ما قلت لحضراتكم اهو، نحطها ونملى المسقة مية. ملينا المسقة مية وقلبنا جيدا، تمام. وتوضع للحمام طبعا حسب كمية الحمام اللي عند حضرتك، ان كان بيشرب مسقتين من دي يشرب، ان كان بيشرب واحدة، ان كان بيشرب نص واحدة، على حسب الكمية اللي عند حضرتك. المهم يشرب يومين ورا بعض، يشرب لمدة يومين. بعد اليومين بنريح يومين متواصل من الدواء ده بنفس الطريقة دي. يشرب يوم لمدة يومين، بعد يومين بنريح، وبعد 10 أيام بنريح لمدة 10 أيام، ونكرر نفس الطريقة بعد 10 أيام برضو لمدة يومين تانيين. لمدة يومين بعد ما ندي يومين ونريح 10 أيام، نرجع ندي يومين تانيين نفس الطريقة. بعد كده نستمر على نفس الطريقة من 3 لـ4 شهور، من 3 إلى 4 شهور. يعني حضرتك هتدي في السنة 3 أو 4 مرات، لو تدي كل 4 شهور يبقى 3 مرات كوقاية. احنا ليه بندي يومين وبعد كده بنريح ندي بعد 10 أيام؟
لان حضراتكم الشربة دي او معظم الشربات بتقضي على الديدان الكبيرة، ما بتقضيش على البيض او اليرقات بتاعت الديدان، بتقضي على الديدان الكبيرة. فاحنا بنكرر بعد 10 ايام علشان لو في بيض يكون كبر ينزل تاني، او في يرقات لسه ما كبرتش تنزل هي كمان. وبنراعي اننا ننظف تاني يوم وتالت يوم بعد ما بناتي بننظف علشان الحمام ما يرجعش ياكل اللي نزل منه، الحمام ما يرجعش ياكل اللي نزل منه. حطينا المية، طبعا هو الحمام معطشينه من امبارح، يبدأ يشرب اهو، هو طبعا خايف من الإضاءة بتاعت التصوير. الوقاية من الديدان عند الحمام عن طريق النظافة الجيدة والتطهير، وينظف المكان بعد إعطاء الدواء، يعني الشربة بعد ما نهت الشربة زي ما قلنا لحضراتكم نظف المكان بعدها عشان الحمام ما ياكلش اللي نزل منه. وزي ما قلت لحضراتكم من طرق الوقاية ان احنا بناتي 3 لـ4 مرات في السنة، يعني كل 3 شهور إلى 4 شهور، ده كوقاية. لو في او ما فيش فيه ديدان برضو بنعطيله، ما نستناش لما يبقى فيه ديدان، ده غير النظافة. وممكن هي الديدان بتيجي عن طريق مثلا ان الفول، معظم فول الحمام بيكون مسوس، في حاجات بتكون فيها سوس. طبعا اكل الحمام ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه بعض الحاجات اللي زي كده. ماذا بعد العلاج؟ ماذا بعد العلاج؟ بعد العلاج بناتي، لازم ناتي رافع مناعة، يعني فيتامينات زي اللي انا بعطيه دايما بعد المضاد الحيوي رافع مناعة اللي كنت بعطيه دايما، مثلا سيلينيوم او جروفيت او الف دال الموجودة عند حضرتك، يعني ما تلتزمش، المهم حاجة ترفع مناعة الطائر بعد شربة الديدان. في ناس بتاتي بعد شربة الديدان مضاد حيوي، لو ان شربة الديدان اللي هو بيعطيها مش امنة كفاية بتسبب التهابات للطائر فبياتي بعدها مضاد حيوي، لكن هي الحمد لله ان شاء الله الشربة دي تكون امنة ما تسببش التهابات للطائر، فاحنا مش هندي بعدها مضاد حيوي، هناتي فيتامينات في فترة الراحة اللي هي 10 ايام. احنا هندي يومين وبعدها نريح 10 ايام، بعد 10 ايام بناتي في خلال العشر ايام بناتي 2 3 فيتامينات اللي هي رفع المناعة. بعد 10 ايام هندي تاني الشربة اللي لمدة 2 يوم، وبعد 2 يوم برضو ناتي اللي هو رفع مناعة. بكده اكون خلصت موضوع شربة الديدان والقضاء عليها وطرق الوقاية منها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.